الفترة الجاية هيكون في كميات من الرز الأبيض إن شاء الله متوفرة في كافة المعارض والمحلات للناس وبأسعار مخفضة إن شاء الله، وده اللي أعلنت عنه شعبة الرز خلال اليومين اللي فاتوا. المطمئن في الموضوع إن هم قالوا إن خلاص كلها 7 أيام، يعني في أول شهر مارس هيكون في كميات كبيرة جدا من الرز المستورد، وأسعار كمان هتكون أسعار مناسبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون أستاذ رجب شحاتة، رئيس شعبة الرز باتحاد الصناعات. أستاذ رجب صباح الخير. صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على الاستاذة منة، وصباح الخير على مصر كلها. يا اهلا بيك يا فندم. قبل ما نتكلم عن سبب المشكلة، لانه واجب ان احنا نوضح ايه السبب، ليه الرز مش موجود، ليه الموجود اسعاره غالية، عايزين نطمن الناس ان احنا خلاص زي ما حضرتك قلت كده ان خلال ايام معدودة هيكون في كميات كبيرة من الرز. ان شاء الله الرز احنا وفرناه في المناطق كلها، هو كان متوفر طبيعي، ولكن بعض العبارات الكبيرة ما كانش حاطة رز، يعني كانت التسعيرة اللي كانت الاسترشادية كانت ربطها شوية، لكن الحمد لله بعد ما تم وقف العمل بهذا القرار النهاردة حطت الرز، والرز أصبح فيه العبارات بكميات، واللي عاوز أي كمية النهاردة من حقه ياخدها، والأسعار مناسبة، والمستورد إن شاء الله على وصول في أول 3، وان شاء الله ما فيش مشكله، واحنا عندنا فائض للعلم، يعني احنا الحمد لله عندنا فائض. ممكن حد يقول لك طب هما مستوردين طب ليه؟ طب خليك معايا واحده واحده بقى يا استاذ رجب. حضرتك بتقول ان احنا ان شاء الله عندنا فائض من الرز، وبالرغم من ده كان في حضرتك بتقول في نوع من انواع الاحتكار حصل من يعني من بعض المجمعات الاستهلاكيه الكبيره الخاصه، فشالت الرز علشان يعمل نوع من انواع البلبله يعني في الاسعار. تدخلتم والموضوع اتحل ان شاء الله على حد قول حضرتك، وهنلاقي رز موجود في كل الاماكن في الفتره القادمه. السؤال هو بستاذن حضرتك بس، لا هم ما احتكروش حاجه، هو كان السعر اعلى من السعر اللي اساسا القرار نازل بيه، فهم ما يقدروش يحطوا رز اغلى من الاسعار المعلن عنها، فعشان كده الناس ما خدتش رز اساسا، لكن الرز الحمد لله متوفر، وهم كانوا خايفين من التسعيره بس عشان ما يتعمل لهمش اي اواط، فلما تم وقف القرار الناس عرضت الرز عادي، والنهارده الرز موجود في كل الاماكن، والاسعار مناسبه، يعني ما ارتفعش جامد، يعني في حدود 1 جنيه أو 2 جنيه عن القرار اساسا، والحمد لله متوفر، ومفيش اي مشكله في الرز. ما اعرفش يعني، بس هو واخد حيز كبير كده ليه مش عارف، عشان الاساس بتاعنا الرز، عشان احنا يوميا بنعمل رز يا استاذ رجب، فعشان كده لما بننزل اي سوبر ماركت انا نزلت ادور على رز ما لقيتش رز موجود، وما لقيتش الرز اللي هو بتاع الشركات او المعبأ، ولقيت رز سايب فاشتريت رز سايب بنسبه كسر عاليه بالمناسبه، بس هو ده المتاح. وخلينا برضو مع الناس دايما اساسي عندها، واكيد حضرتك عارف يعني بندور على الرز على طول، لكن دلوقتي حضرتك بتطمن الناس ان الرز موجود. ان شاء الله الرز موجود يا استاذ محمد، ولو نزلت النهارده في اي وقت هتلاقي رز. انا هنزل بعد الهواء على طول. عاوز رز، اي مكان عاوز رز يتصل بتليفون اتحاد الصناعات، انا مستعد ابعته لك في غرفه الحبوب، واي مكان في مصر عاوز رز احنا مستعدين نخلي اقرب مضرب له يوديه له، مفيش اي مشكله خالص. انهي نوع من انواع الرز اللي هيروح يا استاذ رجب؟ الرز المعبأ الفاخر ولا الرز اللي مليان كسر؟ لان انا برضو لم اوفق امبارح ان انا يعني الاقي رز بسهوله، او ان انا الاقي رز يعني، فيمكن لقيت في الاخر كده بس نسبه الكسر كانت بتزيد عن 15%، وهو مطلوب وهو متاح وكل حاجه، لكن البعض بيبقى عايز ياخد حاجه ممكن تكون يعني جوده اعلى. لا ان شاء الله يا فندم مش هتلاقي كده، ونتمنى ان اي صاحب سوبر ماركت ما ياخدش غير الرز الفاخر، لان هو اصبح النهارده يعني هو متوافر، صدقوني يا جماعه ما في اي مشكله في الرز. طيب عظيم، هو متوافر، بس انا نتمنى كمان ان صاحب السوبر ماركت ما ياخدش من اي مكان، لان في شركات غير المضارب نهائي 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 بتاخد الرز وبتاخد الكاسر وممكن تخلطه وتبيع بسعر ارخص شويه، لكن انا اتمنى ان صاحب السوبر ماركت ما ياخدش غير الماركه معروفه وياخد من مضرب. بس خلينا متفقين برضه استاذ رجب ان ده ليه زبونه اللي هيقدر عليه، وده ليه زبونه اللي هيقدر عليه، فان يكون موجود ده وموجود ده حاجه مطلوبه.
عايز اعرف من حضرتك السعر العادل لكيلو الرز يبقى كام دلوقتي، وهل زراعه الرز السنه دي لو سمحت لي ماشي من 20 جنيه ل 22 جنيه ده الفاخر المعبأ ولا السايب؟ ده المفروض يعني السائب الفاخر المعبأ بزيد 1000 جنيه للطن، يعني جنيه للكيلو. اه يعني فرق برضو مش كبير يعني. السعر مستقر معانا واحتمال نزول كمان عند قدوم المستورد ان شاء الله يعني. طيب المستورد ده ان شاء الله جاي قريبا، حضرتك قلت يعني نتوقع على اول مارس. في النص الاول من مارس هيكون موجود. طيب ده هيأثر على السعر ازاي؟ ده هيكون في ثبات، والنهارده اي حد رافض ان هو يبيع الرز الشهير بتاعه هيعرف ويتاكد ان احنا جبنا رز مستورد وان الدوله استوردت ومش هيتقطع المستورد عشان خاطر الناس تطلع الرز بتاعها، واي فائض بعد كده الدوله هتاخده ان شاء الله وهنعرضه على الدوله انها تاخده تخزنه، يعني مش هيكون في مشكله ان شاء الله. عظيم، كويس ان حضرتك طمنت الناس. احنا داخلين على رمضان وانت عارف الناس في دخله رمضان بيبقى عندها استعدادات وتجهيزات، مش هقول هتخزن مثلا وهتجيب شكاير ولا اطنان من الرز، لكن كل واحد بيجيب يعني اللي متعود يجيب كيس كيسين مثلا او كيلو 2 كيلو، دلوقتي مثلا ممكن يجيب 5 استعدادا لرمضان، لكن كويس ان حضرتك طمنتنا انه خلاص كلها ايام والرز هيكون متوفر سواء المستورد. لا حضرتك الاسبوع ده هو ينزل ياخد اللي هو عاوزه. طيب عظيم، اي بيت ياخد اللي هو عاوزه ان شاء الله. كل الشكر ليك يا فندم الاستاذ رجب شحاته رئيس شعبة الرز باتحاد الصناعات، شكرا جزيلا ليك.